قصة بصيرة حلوة صح؟ عندي قصة هذه قصة وفيها بيتين سلام. حلو هذا طول العمر قصة قديمة. هذا واحد قال له دلموك دلموك؟ دلموك حلو وله أخت اسمها دلموكة والله أنك أنت حلو. دلموكة حلو ولا هم اسمها دلماكة شو اسمهم؟ دلموك ويش؟ بالله شو طيب بالله شو طيب يقول أمها اسمها دلماكة لا اسمع المهم السالفة ذي قديمة وكانوا في بر وعند ربعهم وحر ربعهم بس دلموك ذا له صاحب يا طوال العمار اسلم دلموك ذا له صاحب راعي يبل بس ما هو في ديرتهم بعيد عنهم بشوي وبينه تواصل مع دلموك ذا ما يعرف الديرة ذي الا دلموك دلموك لا دلموك اخته دلموك معه ما لها الا اخت واحده يقال ايه دلموك يطلع عمر السلامة لصاحب الله رعبل حقيقة ثانية كل ما أخذ تواصل مع دلموك ياخذ علومه ياخذ أخباره دلموك عنده 300 راس من الغنم ودلموك عندها 300 راس من الغنم وأنا تزوج دلموك أي. المهم صاحب دلموك ذا في ديرة بعيد رعبل كلم دلموك قال يطلع عمر السلامة أنا في مكان ما فيه لنا وربيع يصلح الحلالك بس تكفى الديرة اللي انت فيها لا احد يدري يا طول عمر السلامة انك بتجيني ولا رايح الربيع ومكان زين قال خلاص طيب مالك الا يا طول عمر السلامة اني اجيك الحالي ايه عاد دلموك مالها الا دلموك اخته وما يقدر يروح يخليها هو يشين الاشعار وبيعطي الرجال كلمة قال خلاص مالك الا اني ايش اجيك الحالي مالك الا اجيك الحالي يا ولد انا شو اسوي وش اسوي هو يرقد ذاك الليل يوم اصبح الصبح هو يهرج اخته قال مالي الا انت هنيا بس ايه ايه لكن انا بروح بحلالي 300 من هنا وانتي روحي مع جهه ثانيه عشان ما نجي طعمر السلام عند الرجال مع بعضنا وياخذ الرجال بخاطر المهم يسرحون الصباح اسمع يسرحون الصباح يا طول عمر السلامه يوم جاء مغيب الشمس هم يجون عندهم راح الرجال اللي جاه من يمين واللي جاه من يسار لا الغنم اللي جت من يمين واللي جت من يسار دلموك منا ودلموك من الرجال استغرب يعني ايه استغرب يوم جاء انا صحيبك جاء صحيبك جاء درشاي اسمع خلوه شوي اسمع والرجال راح البل يرحب قال انتم جيتوا نادي الحزه ايش عندكم جاني واحد منا وواحد منا قال انا والله ما قدرت اخلي اختي ودلت انك تاخذ بخاطرك لكن جيتك طال عمر السلام انا واختي 600 راس هو اخته ايه والرجال يرحب يرحبهم ويعشيهم ذاك الليل يوم اصبح الصبح يشب ناره ويجهز معاميله ويقهويهم ويفطرون سوا ايه يوم جهز فطوره طال عمر السلامه الرجال كانه ماخذن بخاطره ايه ماخذن خاطره على اللي كذب عليهم ايه لانه اوعده قال يطلع عمر السلامه ما جاي كلنا ايه احرج ايه يوم جاي يطلع عمر السلامه يفطرهم عينه من الله خير قال انا والله بروح من الديره ذي بروح ابخليها لكم هالغنم من يوم جت دكت ارض دك اخوي راح يطلع عمر السلامه ماخذن بخاطره يوم قف خلوه يروح؟ خلوه يروح يوم قفى يا طول عمر السلامة قال له بيتين أذن؟ إيه قالوا ربيع وقلت ما هو مبروك مبروك لو ما حلبه غير حنا زودن على دلموك جات أخت دلموك دلموك منا وأخت دلموك منا كلها دائما كان الوضع